الكرام، صباح الخير عليكم. كنتمنى تكونوا على خير، كنتمنى تكونوا في صحة جيدة. مرحبا بكم من جديد في عالم نوغا. نوغا مصبحة عليكم على هذا الصباح. قلت غادي نتقاسم معكم واحد الحرشة اللي كتعجبني بزاف، حرشة بلدية ديال الناس القدامى وصحية بزاف. كنديرها أنا بعض المرات، كتصاوب بالبصلة ومرسيطة، ولكن كنزيد فيها أنا واحد الطريقة ديالي. كنتمنى تكون طريقة جديدة ولكن بطريقتي الخاصة. مهم خليكم معايا وفرجة ممتعة. نبدأ على بركة الله. غادي نبدأ أنا الحشوة بعدا عاد غنصوب معكم الحرشة باش ما يكونش الفيديو طويل. شوية ديال المرسيطة، وهنا عندي الحبق، الحبق وتيميجة أو فليفلة حارة. كندير فيها أنا حتى الحبق، كندير فيها الزعتر والبزار، العسل، وعندي بصيلة حمراء مشلضة لأن البصلة صحية، وشوية الملحة. وغندير فيها أنا هذه هي الطريقة الجديدة، أنا كنديرها بواحد الطريقة، هانتوما خليكم معايا، هانتوما غتشوفوها كتجي جديدة وكتجي بطريقة مختلفة وزوينة. المهم كما كتشوفوا أنايا شديت داك الحبق ومرسيطة، درتهم هكا بحال اللي غادي نقطع القزبر والمعدنوس، نديرو غير الباروك انا حيت في المغرب تبارك الله مرسيطة موجودة. حنايا حيت بدات كتصب الشتا يلاه كتهجى، ما بغاتش كاع تنوض قليلة بزاف. ندير شوية البزار، ندير شوية الزعتر خضر بحال هكا، ندير شوية الملحة، غندير الفيلاديفيا. كتعجبني الفيلاديفيا حيت فيها واحد لوغو اللي ما مالحش وكتجي عاديه. يمكن لكم ديروا نتوما كيري ولا عي تقريبا، باش غادي نخلط هذا الميلونج ماشي بزاف، غير شي شويه. البصله الحمراء راه صحيه. غندير حتى ديك الاخرى اللي كتعجن كامله وكتعجني فيها كامله، وانا حيت ما عنديش بزاف مرسيطه هانتوما كما كتشوفوا يلاه يلاه كتهجى، ما بغاتش كاع تنوض، حيت منا غير وريقات حيت بدات كتصب الشتا. دايره جوج ديال لي بو، الاخر باقي كاع صافي دابا دخلتها لان غادي تخسر. دابا غنخليها جانبا بحال هكا وغنصاوب معكم الحرشه. المهم الحرشه ديالي كندير السميده، السميده عاديه، المهم نتوما على حساب الناس اللي كاينين في الدار. كندير بحال هكا تقريبا واحد زلافه ولكن ما تكونش عامره. هنايا انا كندير الناس اللي كاينين هنايا وتيقلبوا على النخاله، انا كنشريها من المحلات ديال البيو. هي بعض المرات راه كتكون في كارفور. علاش كنشري هذه الماركه؟ حيت رقيقه ماشي غليظه. المهم شفتوا ما كي دايره لو سون دو بلي، كنزيدها كنخلطها وكندير شي شويه الخميره معجونه بحال هكايا حيت انا الحل بارد. وغادي ندير شي شويه السكر غير باش تفاعل دغيا، وزيت العود، وغادي نعجنها. غادي بعدا نخلطها مزيان. غنخليها ترتاح غير واحد تقريبا 3 دقائق وغنرجع عليها. المهم من واحد 3 ديال الدقائق شنو غندير؟ عندي هنايا واحد المقله، نتوما المقله الثقيله عندكم، انا عندي هذه المقله علاش حيت الاخرين ما غاديش يمكن لها تجي ليا مع هذه ديال الضو. المهم هذه راه حتى هي ثقيله. غندير شي شويه الزبده في لوفو بارده،
هي ما كتلصقش، غير انا كنبغي الزبده باش كتحمر باش كتعطي واحد اللون زوين، غير شي شويه وصافي ماشي بزاف. وغادي ندير شي شويه السميده اللي خلطتها مع زيت العود هكا، وغادي نشد النص ديال هاد القياس اللي درت نصو تقريبا، غادي ندير لها بحال هكايا انتما كما كتشوفوا. غنقرصها مزيان، وغادي ندير ديك الحشوه ديال البصله اللي درت مع الفيلاديفيا غنديرها الوسط بحال هكايا. غنعمرها مزيان، وغنشد ديك المعلقه ديال العسل. انا عندي هنايا العسل تاع الزعتر، علاش كندير العسل؟ باش كيجي داك لو كوتي مالح، وفي نفس الوقت حيت البصله الحمراء كتكون حاره بزاف، كندير انايا هاد شويه ديال العسل وكيتناسب تماما مع هاد الفخوماج بحال هكا. واحد تقريبا معلقه، وكنشد النصف الاخر وكنديرو على هذاك الما تبقى، وغنحاول بحال هكا غير بيديا بلا ما نخرج الحشوه، غير بحال هكا نفرقها بيديا. نسد بعدا الجناب باش تجيني منين نبغي نقرص ما تخرجش ليا الحشوه. غنشد داك السميده من الفوق بحال هكا، ودابا غادي نبدا نقرص. كما كتشوفوا انا غنشعل عليها دابا وتكون العافيه مهيله. انا غنديرها دابا في 6 وغنخليها، شوفوا على حساب الطياب، المهم خاصها تطيب على مهلها باش ما تطيبش، وخاص حتى الحشوه ديال الداخل كطيب مزيان. نتلاقاو من بعد، خليتها. المهم واحد لاستيس غادي نقلبها الحفيظ الله وصافي. المهم انا كنشد واحد الصينيه بحال هكا باش كتقلب ليا طيا، كندهنها بشويه زيت العود. عي المشكله حيت انا عندي هذه ثقيله، عرفتي راه كنشوفها بحال هكا كما كتشوفوا ها نتوما الشكل ديالها، يعني ماشي تنقلبها كل ساعه، كنخليها تقلبات بشكل عادي، وغنخليها ثاني طيب غنشوفوا لا كولور ديالها، وغنخليها ثاني طيب وربي ما حاشمنيش. يلا نتلاقى معكم من بعد ونوريكم الشكل. Thank you.